فرحت فرحت فرحه قويه كاع، وليت نحمد في ربي ونقول له حيا اللي ما خيبتنيش. يا انا جيت وانا شت ما مرضت ثلاث ايام ما نطش وما كليتش وما شربتش، اسكو انا ثمانيه وين نحطهم هنا؟ اسكو هذيك مريضه نجيبها نزيد نقتلها؟ تو حنا اف دو وكاين في الوسط اف ان، نورمالمون الاف ان كيعطاو للاف ان وحولوهم في جهه واحده اخرى عطاو لهم اف تروا، نورمالمون ندو نتقاسموا حنايا حنا والجاره الجوارين حنايا تاوعنا هنا ندو اف تروا اف تروا. وعدونا من حقنا، ما عندنا زوج ديار وعندنا وليداتنا كبار. المشكل تاعنا وعدونا وعدونا، وشكيت له قال لي روح راك مهني على فان طول جاب ناس واحد اخرين لي احنا، وانا اللي عندي هو تاع دراري، عندي خمسه تاع وليدات وابني الله يرحمه ومخلي ربعه. احنا كنا صابرين وقاعدين، اما لاتيك حنايا هذا من بعد جابوهم هذا الافئين سكنوا هنايا ابناو لهم رحلوهم، ومن بعد قالوا لنا بلي انتم نرجعوا لكم هذاك الاف اللي ديناه لكم نضيفوها لكم. انتظرنا دفعنا ملفات. انا نطمئن المواطنين ان هذه السكنات لازم يكون يشغلوهم هذ المواطنين اللي هم في امس الحاجه لهم، والمواطنين اللي ما استفادوش ما داوش هما في حقيقه فين يستاهلوا على كل حال. ولكن مازال برامج السكنيه في المستقبل ان شاء الله ندرسوا الملفات بالاولويه بالمعايير على حسب المرسوم التنفيذي، وندرسوا كل المعطيات باش هاد الناس حنا نعرفوهم ورانا نخرجوا لهم ورانا نزوروهم في البيوت تاعهم، دونك على بالنا بالوضعيه تاعهم. ولكن رانا نشوفوا غير بالعقل ندرسوا في الملفات تاعهم فاني هما يستفادوا ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله.